والنهارده في افتتاحات لمبنى مركز الابحاث والتدريب والعيادات الخارجيه وسكن الاطباء، ودول كانوا اسمهم مستشفى رمد الجيزه وكانت تابعه لمديريه الشؤون الصحيه. احنا ضمناهم علشان يبقى في تكامل بين الخدمات ويبقى في ذراع تعليمي وتدريبي واكاديمي وبحثي للمعهد التذكاري للابحاث الرماديه. الخدمات المقدمه للمواطنين بالمناظرات والقسم الداخلي والعيادات الخارجيه والاستقبال والطوارئ، احنا بنتكلم في حوالي 150872 حاله بيتم مناظرتها. بس الرقم ده رقم له معنى كبير، لان الحالات دي بتكون حالات الاحاله المستوى الثالث واعلى مستوى في الخدمه في امراض العيون. كان الهدف من التطوير هي مواكبه الاحتياجات المرضى واهداف التدريب والابحاث التي يسعى المعهد الى تطويرها. ودي زي ما قلت لسيادتكم ضمت مباني مستشفى رمد الجيزه سابقا، وانشاء مركز ابحاث وتدريب للاطباء مزود باحدث جهاز لمحاكاه جراحات العيون، وتحسين بيئه العمل للاطباء وزياده القدره الاستيعابيه من خلال العيادات التخصصيه، 5 عيادات تخصصيه بالاضافه الى 20 عياده عامه. ده جزء من المبنى الجديد، وده جزء من المباني القديمه، وده المنظر الداخلي لبعض العيادات ما قبل التطوير، ودي شكل العيادات ما بعد التطوير. المعهد الأماكن الأبحاث والتدريب والعيادات الخارجية وسكن الأطباء تم تنفيذها بشركة وادي النيل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة 96 مليون جنيه، وبدأ التطوير في فبراير 2016، والانتهاء من التطوير وبدء التشغيل التجريبي كان في مارس 2018. الخدمات الطبية المقدمة بمركز الأبحاث والتدريب هو محاكي جراحي، والمحاكي الجراحي ده من أرقى أنواع المحاكاة أو السيميليتورز في التدريب في العالم، وكمان مربوط بكونفرنس فيديو كونفرنس، والناس كلها ممكن من أي مكان يقدروا يشوفوا التدريب فيه. قاعة مؤتمرات تتسع لأكثر من 350 فرد ومجهزة بأعلى مستوى، قاعات محاضرات متعددة، معمل للتدريب، وعيادات للكشف المتطور عن إمكانية التشخيص عن بعد، وده برضو بشبكة الإنترنت بيشتغلوا، ومركز الأبحاث والمعلومات اللي هيبقى فيه قاعدة البيانات اللي يقدروا الباحثين يستخلصوا منها أكتر بروتوكولات العلاج المطلوبة، وفيها مكتبة حديثة مطورة مربوطة بالإنترنت. ده جهاز المحاكاة اللي يعتبر من أرقى أجهزة التدريب في العالم لأمراض العيون وجراحات العيون، ودي أحد بعض أجزاء من القاعات مختلفة لقاعات التدريب والمسرح أو القاعة الكبيرة اللي تسع للمؤتمرات الدولية والعلمية. سكن الأطباء والعيادات الخارجية في معهد التذكاري للأبحاث الرمادية بعد التطوير.